بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصتنا البنائية ستكون مع الدرس 13 من دروس المستوى السادس، التناسبية، الرأسمال وسعر الفائدة. الأهداف: تعرف وحساب الفائدة والسعر والرأسمال، توظيف حساب الفائدة والسعر والرأسمال في وضعيات تناسبية وفي أنشطة مرتبطة بالحياة اليومية. فلنبدأ على بركة الله. حصتنا البنائية انطلاقا من الوضعية التالية، والتي سوف نتعرف من خلالها على مفهوم الرأس المال والسعر والفائدة، وأيضا سوف نقوم بتحديد قاعدة حساب سعر الفائدة. فتح أمين حسابا بنكيا بتاريخ 1 يناير 2020 وأودع فيه مبلغ 10,000 درهم. وجد أمين بتاريخ 1 يناير 2021 أن المبلغ المسجل في حسابه أصبح 10,500 درهم. أولاً، أحسب المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك. ثانياً، بكم زاد المبلغ المالي المودع خلال هذه المدة. ثالثاً، أفسر معنى هذه الزيادة. رابعاً، أحسب النسبة المئوية التي تمثلها هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المودع. بعد قراءة نص المسألة يتم استخراج المعطيات الأساسية. لدينا آمين فتح حسابا بنكيا بتاريخ 1 يناير 2020 أودع مبلغ 10,000 درهم. وجد أمين بتاريخ 1 يناير 2021 أن المبلغ المسجل في حسابه أصبح 10,500 درهم. إذن أولاً سوف نقوم بحساب المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ المالي في البنك. من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2021، إذن لدينا هنا سنة واحدة. إذن المدة الزمنية التي استغرقها المبلغ هي سنة واحدة. سؤال ثاني: بكم زاد المبلغ المالي المودع خلال هذه المدة؟ في 1 يناير 2020 كان المبلغ هو 10,000 درهم. كان هناك زيادة على هذا المبلغ، فأصبح خلال 1 يناير 2021 هو 10,500 درهم. إذن هنا سوف نستعمل عملية الطرح. إذن 10,500 درهم ناقص 10,000 درهم تساوي 500 درهم. إذن زاد المبلغ خلال سنة واحدة ب 500 درهم. سؤال ثالث: أفسر معنى هذه الزيادة. هذه الزيادة تضيفها البنك إلى المبلغ المودع خلال سنة واحدة وتسمى الفائدة السنوية. إذن الزيادة هي الفائدة التي تؤديها البنك لمدة سنة كاملة وتسمى بالفائدة السنوية. والمبلغ المودع في البنك الذي لدينا هنا 10,000 درهم يسمى بالرأسمال. السؤال الرابع: أحسب النسبة المئوية التي تمثلها هذه الزيادة بالنسبة للمبلغ المودع. أولا، ماذا نعني بالنسبة المئوية؟ هي الفائدة التي يؤديها البنك على كل 100 درهم مودع لديه. ولحساب هذه النسبة سوف نستعمل طريقتين: أولا القاعدة الثلاثية، ثانيا جدول التناسبية. نبدأ بالطريقة الأولى وهي القاعدة الثلاثية. إذا نعلم أنه لكل 10,000 درهم كمبلغ مودع في البنك تعطينا عليه فائدة سنوية هي 500 درهم. إذا 10,000 درهم قلنا أنها تسمى بالرأس المال، و 500 درهم تسمى بالفائدة السنوية. إذا كان لكل 10,000 درهم فائدة سنوية قدرها 500 درهم، فلكل 100 درهم فائدة سنوية قدرها كم؟ وهذا ما نسميه بالنسبة المئوية. سوف نضرب 100 في 500 ونقسمها على 10,000. 100 في 500 قسمة 10,000 تساوي، إذن هنا سوف نختزل بصفرين، هنا أيضا سوف نختزل بصفرين، فسيبقى لدينا 1 في 5 يساوي 5. بالتالي 5 دراهم
هي الفائدة على كل 100 درهم مودع في البنك خلال سنة كاملة، ونعبر عنها بالنسبة المئوية وهي 5%، وهذه النسبة المئوية تسمى بسعر الفائدة. قاعدة ثلاثية نلخصها في الجدول التالي: إذا لدينا هنا 10,000 درهم يعني الرأسمال يقابله نسبة مئوية وهي الفائدة السنوية، ولكل 100 درهم مودع في البنك أيضا فائدة نسميها السعر. ولحساب السعر نقوم بضرب فائدة السنوية في 100 ونقسمها على الرأسمال فتساوي لنا سعر الفائدة، ومن هنا نستنتج قاعدة حساب سعر الفائدة. السعر هو نسبة مئوية تساوي الفائدة السنوية في 100 مقسمة على الرأسمال، ونعبر عنه بالرموز بالفرنسية تي لو تو يساوي انتيغي انيال في 100 على سي لو كابيتال. الطريقة الثانية سوف نستعمل فيها جدول التناسبية والبحث عن معامل التناسب. لدينا المبلغ المودع في البنك بالدرهم والفائدة السنوية على هذا المبلغ، إذن 10,000 درهم فائدة سنوية وهي 500 درهم. 100 درهم كم عنها من فائدة سنوية؟ للانتقال من السطر الأول نحو السطر الثاني سوف نضرب في عدد 10,000 في عدد يساوي 500. نرى هنا لدينا عدد كبير سوف نضربه في عدد ويعطينا 500 اللي هو عدد صغير، إذن هنا نستنتج أن لدينا عدد كسري، سوف نختزل ب10,000 درهم ويبقى لدينا هنا ماذا؟ 500. إذن 500 على 10,000، إذن لدينا صفران في الأعلى نختزلهما مع صفران في الأسفل، إذن 10,000 في 5 على 100 تساوي 500. كذلك نكتب على الشكل التالي: 10,000 5 على 100 نعبر عنها ب 5% تساوي 500. كذلك نكتب في على شكل عدد عشري 0.05 تساوي 500. إذن 5% أو 0.05 هو معامل التناسب الذي يسمى أيضا سعر الفائدة. إذن لكل 100 درهم 5 دراهم فائدة سنوية. ننتقل إلى الوضعية الثانية والتي سوف نقوم فيها بالتعرف وتحديد قاعدة حساب الفائدة السنوية. أودعت سلوى مبلغا ماليا قدره 12,000 درهم بسعر 6% لمدة سنة كاملة. أحسب المبلغ الذي ستستفيد منه سلوى. إذن لدينا طريقتين: الطريقة الأولى سوف نستعمل القاعدة الثلاثية، الطريقة الثانية جدول التناسبية ومعامل التناسب. أولا سوف نقوم باستخراج المعطيات الأساسية. لدينا سلوى أودعت مبلغا ماليا قدره 12,000 درهم بسعر 6% لمدة سنة كاملة. إذن لدينا الرأس المال لو كابيتال 12,000 درهم، ولدينا سعر الفائدة لو تو دانتيغي. إذن 6% تعبر لنا أن كل 100 درهم مودعة في البنك تدفع عنها فوائد قدرها 6 دراهم والتي نعبر عنها بالسعر. المبلغ المودع في البنك الذي يسمى الرأس المال، ونريد أن نبحث عن الفائدة السنوية عن هذا المبلغ. إذن لدينا هنا 100 درهم تقابلها السعر، ولدينا الرأس المال يقابله الفائدة السنوية. نريد أن نبحث عن الفائدة السنوية، وذلك بضرب الرأس المال في 6 ونقسمه على 100. كذلك هنا في الجدول بضرب السعر في الرأس المال ونقسمه على 100 كي نجد الفائدة السنوية، ونكتب القاعدة: الفائدة السنوية تساوي السعر في الرأس مال مقسمة على 100 تساوي لطو 6 دراهم في كابيتال الرأس مال الذي هو 12,000
درهم قسمة 100. نختزل هنا بصفرين، 6 في 120، إذن 6 في 00، 6 في 2 12، نحتفظ بواحد، 6 في 1 6 و1 7، إذن 720 درهما. إذن الطريقة الثانية سوف نستعمل فيها جدول التناسبية ومعامل التناسب. إذن وضعنا المعطيات الأساسية في جدول التناسب بما فيها المبلغ المودع وهو الرأس المال، وكذلك سعر فائدة لكل 100 درهم، إذن لدينا 6 دراهم. معامل التناسب وهو سعر الفائدة، هنا لدينا 6 في 100، ونحن سوف نبحث عن الفائدة السنوية. للانتقال من السطر الأول نحو السطر الثاني، هنا سوف نضرب 12,000 في 6%، والتي تساوي 12,000 في 6/100، تساوي، إذا نختزل هنا بصفرين، 120 في 6 تساوي 720 درهما، وهو الفائدة السنوية عن مبلغ 12,000 درهما. ننتقل إلى الوضعية الثالثة والتي سوف نقوم فيها بتحديد قاعدة حساب الرأس المال. وضع سامي مبلغا ماليا في بنك بسعر 8% مدة سنة، فحصل على فائدة سنوية قدرها 2500 درهم. حدد هذا المبلغ. إذن أول شيء سوف نقوم بتحديد المعطيات الأساسية. لدينا هنا سعر الفائدة، لدينا هنا الفائدة السنوية قدرها 2500 درهم، والمطالبون بتحديد المبلغ. المبلغ هنا هو ما يسمى بالرأس مال. إذن الطريقة الأولى نعتمد فيها على القاعدة الثلاثية، لكل 100 تقابلها، هنا لدينا 8، ولدينا الرأس المال يقابله الفائدة السنوية. إذن الرأس المال يساوي 100 في أو ضرب الفائدة السنوية قسمة السعر تساوي الرأس المال. إذن لدينا الرأس المال يساوي 100 في الفائدة السنوية مقسمة على سعر الفائدة. يمكننا أيضا أن نعبر عن العلاقة الثلاثية بالطريقة الموالية. إذا لدينا سعر الفائدة 8%، يعني أن كل 100 درهم مودعة في البنك هناك فائدة قدرها 8 دراهم. نريد أن نبحث عن المبلغ المودع في البنك الذي قدم عليه فائدة سنوية قدرها 2500 درهم. إذا المبلغ المودع في البنك هو الرأس المال، وبالتالي الرأس المال يساوي 2500 درهم ضرب 100 قسمة 8، يساوي هنا، إذا 100 ضرب 2500 قسمة 8 تساوي 250,000 درهم مقسمة على 8 دراهم، تساوي 31,250 درهم هي مودعة في البنك أو ما نسميه بالرأس المال. نكتب القاعدة. إذن الرأس المال يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة السعر. نمر إلى الطريقة الثانية التي سوف نستعمل فيها جدول تناسبية ومعامل التناسب. لدينا سعر الفائدة هو 8%. ماذا يعني؟ يعني أن كل 100 درهم مودعة في البنك يدفع عنها فائدة 8 دراهم. ونحن نريد أن نبحث عن المبلغ المودع في البنك الذي نأخذ عليه فائدة سنوية قدرها 2500 درهم. معامل التناسب كما قلنا سابقا هو سعر الفائدة. للانتقال من السطر الأول نحو السطر الثاني نضرب في 8%، وللانتقال من السطر الثاني نحو السطر الأول ماذا نفعل؟ نقسم على 8%، يعني أن الرأس المال يساوي 2500 درهم قسمة 8%، تساوي 2500 درهم. نعبر عن 8% بعدد كسري وهو 8/100. لقسمة عدد على عدد كسري نضرب في مقلوب هذا العدد، فيصبح 2500 في 100 قسمة 8 تساوي 2500 في 100/8. إذا لدينا هنا الرأس المال يساوي
2500 وهي الفائدة السنوية انتغي انويل ضرب 100 قسمة السعر هو لوطو. ومن هنا نستخرج قاعدة حساب الرأس المال، إذن يساوي الفائدة السنوية انتغي انويل في 100 قسمة لوطو السعر، وهو ما تم استنتاجه في الطريقة الأولى باستعمال القاعدة الثلاثية. إذن هنا الرأس المال يساوي 31250 درهم. ننتقل إلى الوضعية الرابعة والتي سوف نقوم فيها بتحديد الفائدة مدة معينة. أكمل ملء الجدول لحساب الفائدة لمبلغ قدره 48000 درهم وضع في بنك بسعر 5% لكل مدة مما يلي. إذا لدينا جدول يبين لنا في السطر الأول مدة الإيداع المبلغ بالشهور 12 شهرا 9 أشهر 6 أشهر 3 أشهر. ولحساب الفائدة بالدرهم سوف نستعمل طريقتين، القاعدة الثلاثية والطريقة الثانية هي جدول التناسبية. ولن سوف نقوم بحساب الفائدة السنوية تعني الفائدة لمدة 12 شهرا باستعمال القاعدة الثلاثية. إذن هنا سوف نبحث عن سعر الفائدة الذي هو 5%، ويقول لنا أن لكل 100 درهم مودعة في البنك هناك سعر قدره 5 دراهم. هنا الرأس المال الذي يساوي 48000 درهم، وهنا لدينا الفائدة السنوية التي سوف نبحث عنها. لحساب الفائدة السنوية نضرب السعر في الرأس المال ونقسمه على 100. الفائدة السنوية تساوي السعر في الرأس المال قسمة 100. إذا لدينا فائدة سنوية لمدة 12 شهرا تساوي 5 في 48000 قسمة 100. نختزل بصفرين في الأعلى مع صفرين في الأسفل تساوي 5 في 0.0. 5 في 48 نكتب الصفر نحتفظ بأربعة، 5 في 24 وأربعة 24. إذا نجد 2400 درهم هي الفائدة لمدة 12 شهرا ونكتب 2400 درهم. ثانيا سوف نقوم بحساب الفائدة لمدة 9 أشهر. إذا نستعمل القاعدة الثلاثية أن كل 12 شهرا هناك فائدة سنوية قدرها 2400 درهم. إذا لكل 9 أشهر أيضا فائدة مدة 9 أشهر. إذا لحساب الفائدة لمدة 9 أشهر سوف نضرب 9 أشهر في 2400 قسمة 12 شهرا، يعني 9 أشهر في 2400 درهم على 12 شهرا. إذا نختزل بالأشهر فيبقى لدينا الدرهم وهي الفائدة، إذا تساوي 1800 درهم. نكتب 1800 درهم. سوف نحاول أن نستخرج قاعدة لحساب فائدة لمدة معينة. إذا 9 أشهر هنا تعبر لنا عن عدد الشهور. في 2400 هي الفائدة السنوية قسمة 12 شهرا تساوي الفائدة لمدة معينة. ممكن أن تكون هذه المدة 3 أشهر 9 أشهر أو 6 أشهر. نملأ جدول. إذن السطر الأول نخصصه للفوائد والسطر الثاني نخصصه للمدة. إذن الفائدة السنوية ل 12 شهرا وهنا الفائدة لمدة معينة لعدد من الشهور. هذه المدة أيضا نعبر عنها بالأيام. 12 شهرا في السنة التجارية هي 360 يوما. وإذا كنا نريد أن نبحث عن فائدة لمدة عدد من الأيام هنا أيضا سوف نكتب عدد الأيام. ونحاول أن نطبق هنا هذه القاعدة لحساب الفائدة لمدة 6 أشهر. الفائدة السنوية في عدد الشهور التي هي 6 أشهر على 12 شهرا، إذن تساوي الفائدة السنوية لدينا هي 2400 درهم في 6 أشهر على 12
شهرا. إذا نختزل هنا بالأشهر تساوي 2400 درهم. إذا نختزل هنا بستة فيبقى لدينا اثنان. إذا 2400 درهم قسمة اثنان هي 1200 درهم، ونكتب هنا 1200 درهم. هنا سوف نقوم بحساب فائدة لمدة 3 أشهر، نعتمد على هذا الجدول. إذن الفائدة لمدة معينة التي هي 3 أشهر تساوي الفائدة السنوية ضرب عدد الشهور قسمة 12 شهرا كي تعطينا الفائدة. الفائدة السنوية والتي هي 2400 درهم ضرب عدد الشهور الذي هو 3 أشهر قسمة 12 شهرا تساوي 2400 درهم. إذا هنا 12 هي 4 في 3، إذا نختزل ب3 فيبقى لدينا هنا 4. إذا 2400 قسمة 4 تساوي لدينا 0، 24 قسمة 4 هي 6، إذا 600 درهم، ونكتب هنا 600 درهم. نأتي إلى الطريقة الثانية لحساب الفائدة بالدرهم لمدد معينة باستعمال التناسبية والبحث عن معامل التناسب. إذا كما نلاحظ أن الفائدة لمدة 12 شهرا التي قمنا بحسابها مسبقا هي 2400 درهم. لمعرفة الفائدة بالدرهم لمدة 9 أشهر و6 أشهر و3 أشهر هنا سوف نعتمد على معامل التناسب. من 12 إلى 2400 كيف انتقلنا؟ إذا انتقلنا بالضرب. 12 في عدد الذي هو معامل التناسب يساوي 2400 درهم. إذا معامل التناسب يساوي 2400 قسمة 12 يساوي 200. إذا معامل التناسب هنا هو 200، وبالتالي ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالضرب في 200. إذا 9 في 200 تساوي، إذا نضع الصفرين، 9 في 2 تساوي 18. 6 في 200 نضع الصفرين، 6 في 2 تساوي 12. 3 في 200، 3 نضع الصفرين، 3 في 2 تساوي 6. إذا وهي النتائج التي حصلنا عليها سابقا باستعمال القاعدة الثلاثية. كخلاصة لكل ما سبق والتي يمكن المتعلم أن يدونها في دفتر الدروس أو دفتر القواعد، ولا نركز تمام التركيز على حفظ هذه القواعد، بل نركز على كيفية استخراج وبناء هذه القواعد انطلاقا من جدول القاعدة الثلاثية. إذا الرأس المال هو المبلغ المودع في البنك. الفائدة السنوية هي الزيادة التي يؤديها البنك لمدة سنة كاملة على المبلغ المودع لديه الذي سميناه الرأس المال. سعر الفائدة هي النسبة المئوية التي يؤديها البنك عن الرأس المال لمدة سنة كاملة، ويمكن أن نقول أيضا أنها هي الفائدة التي يؤديها البنك على كل 100 درهم مودع لديه لمدة سنة كاملة. إذن جدول القاعدة الثلاثية يكتب ويحفظ على هذا الشكل، ونستخرج مثلا الفائدة السنوية وذلك بضرب السعر في رأس المال قسمة 100 ليعطينا الفائدة السنوية. إذا أردنا أن نبحث عن الرأس المال، إذا الرأس المال يساوي 100 في الفائدة السنوية قسمة السعر. إذا أردنا أن نبحث عن السعر يساوي الفائدة السنوية ضرب 100 قسمة الرأس المال، انطلاقا كذلك من جدول القاعدة الثلاثية. إذا في السطر الأول نكتب الفوائد وفي السطر الثاني المدد. أردنا أن نبحث عن الفائدة لمدة معينة نضرب الفائدة السنوية في المدة ونقسمها على 12 شهرا. إذا أردنا أن نبحث عن المدة، أي مدة معينة معبر عنها إما بالشهور أو بالأيام، فنضرب 12 شهرا في فائدة لمدة معينة ونقسمها على الفائدة السنوية. إذا أردنا أن نحسب الفائدة السنوية نبحث عنها، الفائدة السنوية تساوي فائدة مدة معينة ضرب 12 قسمة مدة معينة.
وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس. نلقاكم على خير في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.